وكما سمعتم بأن منهج الإخوان أن منهج التكتم والسرية والتلون والكذب ومرة والصوفية والأشعرية والخوارج، قل كلاب خوارج العصر كلاب النار، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالهم كلاب النار، ليس بعد هذا الوصف وصفا، هم كلاب النار عياذا بالله. وما دخلوا بلدا إلا وحرقوها وأفسدوها وأهلكوا الحرث والنسل. يسعون الآن في خراب الديار كما فعلوا في بعض الدول العربية باسم الربيع الغربي أو الفساد العربي، ثورات يذهبون يؤزون الشباب وعامة الناس من الهمج والسفهاء والغواء والرعاع والدهماء، يؤزونهم أزا على الخروج على الحكام، ارحل. وما بعد الرحلة سواد الوجوه، سقط الحاكم، هوت العملة، تحطم الاقتصاد، قتلت طارت الرؤوس، سالت الدماء، طارت طائرة الأشلاء، فزع الناس، عم الفوضى، شردوا من أوطانهم. هذه نتيجة الخروج على الحكام، ووراءها جماعة الإخوان قاتلهم الله أن يفكون. دخلوا 71 دولة وما دخلوا بلدا إلا وأفسدوه وحرقوه. رحم الله شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، هذا البطل العملاق الذي أنجبته قرية النجامية، شكرا لأهل النجامية جميعا، بمثل هذا نفتخر. هذا الجبل كما الشامخ كما قلت، والطود الراسخ الذي وقف أمامهم صلبا وسدا منيعا أمام حزبياتهم وأهوائهم وضلالاتهم وفكرهم الخبيث العفن الذي دمر البلاد العربية والإسلامية، للأسف وللأسف الشديد باسم الإسلام يفسدون الإسلام جماعة الإخوان المسلمين. الإسلام من منهجهم وفكرهم واعتقادهم وصرفهم براء، يكذبون كما يتنفسون، خونة العقيدة والأوطان، لصوص يتأكلون على أعمال الخير والجمعيات الخيرية وجماعة التحفيظ وأموال اليتامى، ويتأكلون على جراحات المسلمين في فلسطين وهنا وهناك، للأسف الشديد على جراحات المسلمين باسم الإسلام جماعة الإخوان المسلمين، خوان المسلمين، قل هكذا جماعة الإخوان المجرمين. شيخ مقبل الوادعي يرحمه الله، علامة اليمن السلفي، يسميهم جماعة الإخوان المفلسين، صدق رحمه الله. أفلسوا من العلم الشرعي والحث عليه ونشره، أفلسوا من العلم، من العقيدة الصحيحة وتعليمها وتعلمها وتعليمها للناس ونشرها، إنما هدفهم الكراسي الحكومات، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يقول الشيخ عبد العزيز باز، هدف جماعة الإخوان الوصول للحكم، هدفهم الكراسي، ليس هدفهم نشر الإسلام ولا جمع الناس عليه، فهم سبب في تشتيت شمل المسلمين. وما دخلوا بلدا كما قلت إلا وخربوه وأفسدوه، يهزون الناس على الميادين، ارحل ارحل سلمية سلمية كما قال الشيخ، وفي نهاية المطاف تنقلب إلى حربية، ثم يكسرون دكاكين الناس وينهبونها يسرقونها، ثم يغتصبون النساء، ثم يحصل مفاسد ما يحصل عياذا بالله، يقولون سلمية سلمية. وكانوا في مصر زعيمهم مرسي أيام الانتخابات قائد الإخوان هناك، كانوا يقولون القرآن الإسلام، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، وسنحكم الشريعة. المأزق الذي نعيش فيه الآن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، الأصل فيه الأخلاق والسلوك والإدارة، ولا أحسب أن مشكلتنا بالمقام الأول مشكلة موارد بقدر ما هي مشكلة سوء إدارة للمتاح وأخلاق وسلوكيات. من أجل هذا نحن نقول أن الإسلام هو الحل. فلما وصلوا قالوا لا نريد حكومة دينية، نريد دستورية مدنية. وأنا أؤكد أنه نحن نريد الدولة المصرية الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، وطنية ديمقراطية دستورية حديثة. لا يوجد في الإسلام ولا في العالم ما يسمى دينية. الالتباس هذا أشرحه بعد إذنكم في نص دقيقة، مفهوم الثيوقراطي بتاع العصور الوسطى اللي المسيحية الحقيقية بريئة منه، انه رجال الدين هم اللي بيحكموا المجتمع كله،
ليس لدينا هذا المفهوم في الإسلام على الإطلاق. الدولة الإسلامية الإسلامك ستيت بير ديفينيشن از ا سيفيك ستيت بير ديفينيشن. أكمل بس الإجابة، أكمل الإجابة. فلا يوجد في مصر ما يسمى بالدولة الدينية. يا كذابين يا دجالين، وبالأمس تضحكون على الناس والله الخصفاء تخدعونهم، تقولون الإسلام، أين الإسلام؟ الإسلام منهم براءة، فأصبح الكرسي والفلوس والوجاهة هي الحل. أين الإسلام والحل؟ عنده المصاحف هكذا يرفعونها جماعة الإخوان، الإسلام هو الحل. الله المستعان. يكذبون كما يتنفسون، يتعبدون للشيطان بالكذب عياذا بالله. سمعنا ما سمعنا من شيخنا فضيلة الشيخ وهو يتصفح هذا الكتاب الثمين النفيس المورد عزب الزلال الذي جاء قاصمة الظهر على ظهور الإخوانجية والحزبيين والتبليغين والقطبيين، الكذبة الخونة اللصوص قاصمة الظهر عليهم. سمعنا ما سمعنا، فحذروا معشر طلاب العلم، معشر الأئمة الذين حضروا في هذا المسجد أو يسمعون الآن في الخارج عبر البث المباشر أو المسجل، أمانة في أعناقكم أن تحذروا. احذروا جماعة الإخوان، احذروا الجماعات والحزبيات، احذروا الجماعة السرورية الأشد خطرا التي تتظاهر بأنها تدرس على منهج السلف وتطعن من الخلف وتؤز الناس ضد الحكام وضد الولاة وضد البلد الواحد والمجتمع الواحد. السرورية ليس بينها وبين الخوارج إلا الحرف الحاء، هتلك حرورية وأولئك هم سرورية، نفس المنهج. احذروها وحذروا منها في خطبكم في كلماتكم وأنتم تعلمون أبناءكم وفي مدارسكم في وظائفكم، فإنها جماعة تخريب، تخرب العقيدة، تخرب المجتمع، تخرب الأوطان.